وأسابيع الموضة العالمية الأربعة اللي كيعجبنا نتبعوها صارت على الأبواب، ودابا كيتم تحضير أسبوع الموضة في دبي، وغيمكن لنا كلنا نتفرجوه على الإنستغرام وسناب شات والفيسبوك وعلى الموقع ديالهم الرسمي. ولنعرف أكثر عن قرارات الأرب فاشن كونسل معنا رئيسهم التنفيذي محمد عكرة. أهلا وسهلا فيك محمد. هلا فيكم، شكرا كثير. محمد، بدي أسألك سؤال. قرب أسبوع العربي للموضة وصارت التحضيرات جدية أكثر، هل بتلاقي التحضيرات للفاشن شوز، ريل فاشن شوز أم الفيرتشوال فاشن شوز، أي واحد أصعب أي واحد أسهل، وشو تغير بالتجربة كلها سوا وبالتحضيرات؟ هلا الاثنين كثير ديفرنت. يعني مثلا لما نعمل الاسبوع الموضه بالرياليتي في كثير اشياء لازم نحضرها، لازم نحضر الريد كاربت، لازم نحضر مين السيلبرتيز اللي راح يجوا، ايش اللي بدهم يلبسوا، مين الميديا اللي راح تكون بريزنت، وكمان القعدات تاع البي اي بي ممبرز، ذا فرونت رو، مين راح يكون موجود، مين اجى مين ما اجى، اند ثينجز لايك ذات. So هلا كمان بال virtual it's I like it, it's بس it's different. بعد... نعم. عم قول it's very different, no? هو كثير very different, yes. التحضيرات is very different. خاصة إنه I feel more relaxed. إنه زي ما قلت بالبداية إنه الواحد لما يعمل fashion show أو يعمل أسبوع الموضة ايش هيلبس، مين راح يشوف، الكاميرات اللي راح تكون موجوده، مين السيلبرتيز اللي راح يجوا، and things like that. بس هلا ويمكن لك تخبرنا اكثر عن كواليس التحضيرات والفيتينغ. هلا طبعا مع السوشيال ديستانسينغ واشياء زي هيك الفيتينغز وير دوينج ات، عم نعملها كثير بكير، عم نشوف هلا مشاهد يعني يا او هير وي جو اكزاكتلي. Nice. خبرنا كيف تغير، يعني حتى الميك اب ارتستس والهير دريسرز بالنهايه بده يصير في تواصل بين الناس اللي عم بتحضر والعرضات، انه هيدا الشيء اثر كثير ولا بتلاقي انه الناس بعدها عم تاخذ بريكوشنز بس عم تقدر تخلي هيدا الشو انه يحصل؟ هلا كله بريكوشنز عم نعمل، يعني عم نعمل الفولوينج للجايد لاينز طبعا. حتى خاصه بالباك ستيج المابوز بعد عن بعض، هير بعد عن بعض، ما في عشكة، وكمان العشكة هاي اللي بتعمل الإيموشن، okay. هاي اللي بتكبر القصص باك ستيج، يعني it's lifeless. طبعا هاي كله جديد علينا، جديد على المضغوط، جديد على المصورين، يعني يعني جديد على كل الناس. فبعد ما عملنا أول أسبوع موضة بشهر 6 it was يعني كانت كثير، يعني oh my god، يعني عن جد ما عملنا أسبوع الموضة العربية بشهر 3 تأخرنا عشان كورونا. We said we're going online. We're gonna do it online. رح نعملها بشهر 6. We're gonna do it. And it was all new. يعني عملنا الموديل كاستنج أونلاين. لو تشوفوا العدد المودلز اللي عملوا الابليكيشن كثير. It was very impactful. Okay. وكمان بعد هاي كثير، يعني لما عملناها بشهر 6 تعلمنا كثير أشياء. فتسرعت كل شيء أونلاين لنا. الواحد هلا لما بده يفكر انه يعمل شيء اونلاين بفكر اوكي باي كوميرس، اي شيء بخص الفاشن اونلاين مبيعات، يعني اي كوميرس، ماركت بليس، ما حد بفكر انه انا عن جد راح اعمل عرض اونلاين. محمد اسمح لي عايز اعرف حاجه، انت تتوقع ان العروض الرقميه هتاخد نفس الاهتمام زي العروض المباشره اللي كانت بتحصل قبل كده؟ هلا حسب، يعني هلا انت بتشوف بالمصممين اللي معروفين كلهم زمان كانوا يعملوا العروض على الميديا وعلى الناس اللي عم بيجوا، بس هلا صارت المنافسه بين المصممين بنفسهم، يعني مين راح يعمل الفيديو الفاشن فيلم الارقى الديفرنت الكرياتيفيتي. هلا الكرياتيفيتي عن جد صارت تطلع، لانه المصممين هلا ما عم بيعملوا عدد الكولكشن كبير، العدد الكولكشن كثير صغيره، فالواحد عم بيركز كثير على الديزاين، يعني صارت على الديزاين وحده، عن your own your DNA. Everyone is trying to show، يعني عم بحاول يورجوا حالهم، يعني who are they، مين هن، who's the designer. So أنا I think إنه yeah it's هلا it's between I can say إنه هلا إنه صارت in this way.
اوكي. شكرا محمد عكرة على كل هالمعلومات، نحن لنا الشرف انه استضفناك معنا اليوم، ونحن رح نكون بانتظار الاسبوع العربي للموضه من 21 ل 24 اكتوبر، وبنوعدكم بمقتطفات من هذا الاسبوع بحلقاتنا الجايه من لايف ستايل.